يقول: في بلدتنا ساحرة قريبة من المسجد، وبعض الإخوة يمرون أمامها ويضحكون، وكأنه لا يوجد شيء، مع العلم أنه يوجد طرق أخرى بعيدة عن هذه الساحرة تؤدي إلى المسجد، فما حكم المرور من الطريق الذي من أمام بيت هذه الساحرة؟ السحر كفر، والساحرة كافرة، وهذا منكر عظيم، ويجب إنكاره، ويجب إبعاد هذه الساحرة والقضاء عليها إلى إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تقدروا على إبعادها والحكم عليها ولم تقدروا على ذلك، فعليكم أن تبعدوا عنها وتأتوا من الطرق البعيدة عنها. أما الضحك عليها فهذا فيه خطورة على الذي يضحك من هذا المنكر العظيم، كأنه لا يستنكره، إذا ضحك فمعناه أنه لا يستنكر المنكر، ومن لا يستنكر المنكر فليس في قلبه إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فحاولوا إبعادها والقضاء عليها، إذا لم تقدروا فابتعدوا عنها.